هذا هو ديال البحسان. دونك القنطره شحال تكون فيها تقريبا؟ تقريبا واحد 7 متر ولا مباشرة معكم اخوان من اولاد برنجة سيتم قنطرة اللي غتشوفوا معنا غادي يساهموا في بناء القنطرة اللي غدوز من هاد نور برنجة المسلسل من نور برنجة المسلسل على الروضة على الروضة على دفاف المقبرة ديال المقبرة المقبرة باش نعرفوا التفاصيل اكثر على هاد المشروع الناجي واحد المشروع اللي يساهموا فيه كاع الاخوان كذلك الناس المقربين كذلك ساكنين مدينة السمان الناس اللي عندهم غيرة على هذه المنطقة باش يساعدوا هاد الناس في بناء هاد القنطرة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف دايرين بخير؟ لاباس بخير الله يبارك. كيفاش جاتكم هاد البادرة اليوم باش تصوروا؟ خويا شنقول لك هاد البادرة جاتنا بالمشاكل ديال الناس اللي تيجيو باش يبغيو يزوروا العائلات ديالهم في الروضة. عندهم واحد المسافة ديال 5 كيلومتر ولا 6 كيلومتر باش يمشيو يقطعوا من الجهة الأخرى ديال المدينة. وحنا قمنا بواحد البادرة هنا درنا واحد البادرة باش نجمعوا واحد شوية ديال الفلوس. وبغينا نساهموا في هاد القنطرة خاصة برجلين. لا هي بالسيار لا هي بشي حاجة أخرى خاصة برجلين. للمنطقة للروضة باش الساكنة ديال ولاد برجة ديالنا الناس عندنا عائلات كبار عندهم 60 سنة و70 سنة و80 سنة ما تيقدوش مساكن باش يمشيو تيجيو ترحموا على العائلات ديالهم. هذا هو اللي كاين اخويا. شحال تقريبا التكلفة ديال هذه الخندقة؟ التكلفة حنا مع الله حنا ما نقدر نقول لكش التكلفة ديالها حنا غنبداو بداك الشيء اللي عطانا الله وحنا مع المحسنين. شنو هي المواد اللي في هذا؟ والمواد كيخص الحجر كيخص السيما كيخص الرملة كيخص المرطوب كيخص الحديد تيخص اليد العاملة والحمد لله حنا كاين اليد العامله موجود الدراري هنا اللي غادي يعاونونا ونضل كمال على الله. تقريبا هاد المسافه اللي غديروا بين 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 الشط والشط شحال تقريبا كاينه؟ بين واحد المسافه ديال 4 متر و 5 متر. ما درتيش الحساب بان يكون فيضان ديال الماء؟ واخا يكون الفيضان حنا ما غاديش نهزوه حنا غادي نهزوه بواحد 2 متر ونص وغيكون اتساع ديال الفوال بالسيما وديك الساعه الماء اللي بغى يدوز من فوق راه غادي يدوز من فوق. دونك هذا البادرة جاتكم بناء على الناس كتكون على الناس تاع الروضة الناس الروضة كدوزو من الروضة الناس يدوزو تاع الروضة وبعض المرة كتكون عندنا الموتى كنبقاو نتسناو بالموتى جالسين هنا في الموتى وتنتسناو سيارات الإسعاف والأمبيلونس يقول لك أودي راه خارجة لواحد المدينة أخرى ولا خارجة لواحد الدوار أخر حنا عندنا الدوار قريب هنا واحد الكيلومتر 500 متر ولا 600 متر نهزو الجنازة ديالنا نهزو الزنازة ديالنا ونقطعوا بها الروضة دغيا. شحال تقريبا ديال الساكنين انتم في هذه البرونجة؟ ايوا 170 دار 170 دار كل دار فيها 4 5 الناس تقريبا 2000 2000 ديال الساكنين تقريبا 2000 ديال الساكنين. هذه البادرة كيف جاتكم؟ البادرة كي قلت لك انا في الاول في الظرفية في الظرفية كي قلت لك انا في الاول مع جاتنا مع كورونا كورونا كان جاتنا مع كورونا مع الكوفيد هذا ديال 19 كان سيدي الناس ما كان تمشيش مع الجنازه جنازه كيديو واحد 4 الناس ولا 5 الناس احتياطات احترازيه احتياطات احترازيه من واجب هذا واجب قانوني ما يمكنلكش باش تخالفي ودابا منين ربي بدا تيهز علينا هذا الوباء هذا قمنا تجمعنا حنايا هنايا عند في الباديره ديال الحومه ديالنا وقلنا غادي نديروا واحد البركه لكل منزل وغادي نديروا واحد القنطره للاقدام باش نبقاو ندوزوا على رجلينا بحال القنطره الاخرى اللي من جهه الدوار ديال حريوطات وهاد البادرة لقات السي حسن عند الساكنة واش تواصلتوا مع الناس للأعياد؟ ما خيبوش الظن ديالنا اللي مشينا عندهم ما خيبش لنا الظن ديالنا. بالنسبة للأعياد ديال المنطقة الناس اللي شوية ميسورين تواصلوا؟ كل والاستطاعة ديالو. حنا ما تنقولوا لحد عطينا ما تنقولوا لحد نبززنا عليه. تقريبا شحال التكلفة بالنسبة للمواد الأولية؟ ما نقدرش نكذب عليك. تقريبا بحكم أن الأولية تفضل أسي مهدي. تقريبا المواد الاوليه اولا تنشكروا رئيس المجلس البلدي وتنشكروا السي العروسي السي محمد اللي غادي يساهم معنا بمواد البناء تنشكروه الشكر الجزيل وتاني يساهموا معنا هاد الناس وكاينين المحسنين الاخرين اللي بغى يساهم معنا الله يخلف عليه وحنايا دابا تقريبا راه هادشي راه كامل راه باين ما تنطلبش واحد الماده كبيره ولا هادي
تقريبا واحد 5 المليون ولا 6 المليون نود اوليه اللي العامله كاينه الحمد لله. العامله هاي الاخوان مساهمات الشباب ولاد بورنشا المؤامره تنشكرهم الشكر الجزيل، تنشكر الساكنه هي اللي مساهمه في هذا الشيء وباغا هذه البديره الحسنه، واللي دار شي خير الله يجازيه بخير. حنا في الدور ديالنا كنشكركم على المبادره تبارك الله وشي مزيان وشي تفرح المنطقه وتفرح الناس. حنا دابا باش الانسان كاين الروضه باش غادي تمشي وغادي تدوز على المدينه وتمشي حتى للطريق المعرضه باش تدوز للروضه تقريبا واحد 5 كيلومتر. حنا علاش قلنا علاش الروضه 100 متر وراها ها هي 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 الروضه هذا هو الطرف ديالها هو هذا الطرف ديالها هو الطرف ها القبور هما القبور هما القبور نخليو حنا اللي قريبه ونمشيو بالنسبه للناس العجزه وكذا اليوم الجمعه اللي تبغيو يزوروا العائله تاعهم باش غادي يمشي ولا يركب موتور ولا يركب شي حاجه. المهم وهذه صدقه جاريه وهذه صدقه جاريه كل محسن اللي دار شي خير تنطلبوا له الله يجزيه. واحد القضيه سي المهدي هو الاخ ملي قلتوا للشباب ديال المنطقه ديال الشباب ديال هذه المنطقه كيف تلقاو هذه الفكره؟ بكل طمأنينه بكل فرح كل شيء وكل سرور وكل شيء كل شيء فرح لهذه البديره هذه. وحنا الحمد لله فرحانين بهذه البديره وحنا تنجريو هذا الشيء غير في الاجر وتنطلبوا الشكر لكل المسؤولين والشكر لكل من ساهم في من ساهم في هذه البناء وهذه السكينه الناس ديال والله ويحيى سيدنا ويحيي سيدنا عاش محمد صلى الله عليه وسلم. تنشكر السيد الرئيس طارق العروسي وتنشكرو السيد الشكر سي محمد اللي غيساهم معنا بمواد بناء الله يكثر خيره. الله يكثر خيره. وكاينين اخوان اخرين اللي مازال غيساهموا معنا تنطلبوا لهم الله يلخط عليهم الوالدين. تحيا الدور ديالنا تنشكركم وتبارك الله عليكم. هذه بديره مزيانه هذه بديره مستحسنه هذه بديره اللي كتبقى صدقه جاريه الى يوم القيامه كما كما خفتوا دابا على الناس كما قلت تم 5 كيلومتر اللهم يقرب واحد 100 متر باش تكون قريبه. بوشيري صحة الحظ مزيان كما كتشوفوا الاشغال شحال تقريبا ديال المده ديال الاشغال هذه باش حنا على حسب كنشكركم انتم جديدة 46 على المتابعة شكرا.